بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل العزيز محمد سعدون الكواري، شكرا طارق الجلاهمة، شكرا أبو تريكا. التحية لكم أيها العشاق أيها الأحباب، ها هنا نلتقي وإياكم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والأسبوع 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. والمان يونايتد فرق دائما ما تكون السبهية الرباعية. لوكاكو وين يا راجل، وين وين وين، بعيد بعيد الكرة عن درب المرمى. قلنا درب الرباعيات للاعب بل الأكثر الذي كانت له القدم العليا. وجانب نوكارد يبحث عن المرورة، تمريرة داخل منطقة الجزاء، مرة تعدت الكرة الماضية، محاولة للضيف ميلي مارسيال، دوما صناعة اللعب بأقدامه العرضية. ولك يا لوكاكو وإلى حارس المرمى ماتيو، كرة البحث عن عرضية، يا سلام، تقل منطقة الجزاء العرضية وتسديدة، ولكن في الأحضان والأمان لمأمن وأمان اليونايتد الدائم دافيد ديخيا، رغم جماعية اللاعبين ولكن مهارته عالية. هنا العرضية والرأسية في الأمام من جانب مارسيال، مارسيال مر وفات، واحد اثنين والثالثة، نياته أن يمتلك شركة خاصة بهندسة المصاعد، ولكن تمريرة ملعوبة، لدينا الكرة العرضية من ماتا، باحث عن رأسية وإلى أحضان حارس المرمى. هذا الثلاثي بادي جريران قال عليهم أعظم كيمياء في الكون. فيرغسون محاولة داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية حاضرة من جانب اليونايتد، يخلص نفسك أول بأول، لا تريث لا انتظار. إذا ما تهم فاليسيا مرور بصورة جميلة وعرضية ورأسية، ضاعت 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 رأسية أسمرانية عن طريق لوكاكو، ولكن سمولينج يلعبها لراشفورد، هنا العرضية ورأسية، يا المرمى يعلن العصيان، المرمى يعلن الرفض والعصيان، بل أن المتألق ماثيو ريان هو من أعلن اليمين. أنطونيو نوكارت على اليسار، مارش هنا، ولدينا جروس، وبعد ذلك كرتك بعيدة يا جروس، وموري في خط المقدمة في شوط ثاني يحاول أن يباغت هذا الفريق ليون. هنا البحث عن تسديدة بل عن المرور بصورة جميلة وتسديدة، ولا ملعوبة تمر مباشرة، محاولة على حدود منطقة الجزاء، تسديدة، يا سلام، كرة في الجول بعد الانتظار وبعد طول غياب. ها قد عاد اليونايتد أخيرا عودا حميدا مستطاب. أشلي يونغ يدون الكارت، الكرة مع برونو والعرضية، وكالعادة بلا جديد، كالعادة بلا جديد. واحسب معاي عزيز المشاهد كم هجمة هانة. إبرة، وين الكرة يا إبرة؟ إبرة أمام أكثر من لاعب، وتسديدة، وأصحاب الأرض أتوا بالأهم، الكرة العرضية ملعوبة والرأسية وإلى خارج أرضية الملعب، مرت كرة ذكية شان دافيد، خطير الكرة الماضية، مرت أمانا وسلاما على مرمى دخية.